اسم الدرس: أتدرب على حل المسائل. ما عدد الأزياء التي يمكن شراؤها قبل التخفيض؟ الإجابة: المبلغ المتبقي، المبلغ الذي سيخصص لشراء الأزياء بالنسبة إلى مداخيل الحفل. 5/5 إلا 2/5 يساوي 3/5. إذن المبلغ المتبقي بالدينار 913.500 في 3/5 يساوي 548.1 دينار. عدد الأزياء التي يمكن شراؤها قبل التخفيض: المبلغ المتبقي بالدينار على ثمن الزي الواحد يساوي 548.1 دينار على 21.924 دينار يساوي 25 زياً. كم زياً إضافياً يمكن شراؤه بقيمة التخفيض؟ الإجابة: أبحث عن قيمة التخفيض الجملي. عدد الأزياء في قيمة التخفيض بالنسبة للزي الواحد يساوي 25 في 1.924 دينار يساوي 48.1 دينار. إذن عدد الأزياء التي يمكن شراؤها بقيمة التخفيض: قيمة التخفيض الجملي على قيمة التخفيض بالنسبة للزي الواحد يساوي 48.1 دينار على 21.924 دينار يساوي 2.19، أي أننا نستطيع إضافة زيان. أبحث بطريقتين مختلفتين عن النسبة المئوية التقريبية التي متع بها صاحب المغازة المدرسة. أكتفي برقمين بعد الفاصل. الإجابة: الطريقة الأولى، نضرب قيمة التخفيض بالنسبة للزي الواحد في 100 ونقسمها على ثمن الزي الواحد. 1.924 في 100 على 21.924 يساوي 8.77%. الطريقة الثانية، نضرب قيمة التخفيض الجملي في 100 ونقسمها على المبلغ المخصص لشراء الأزياء. 48.100 في 100 على 548.100 يساوي 8.77%.